بسم الله الرحمن الرحيم. نجرب المبرد السحري للتنميه الاظافر بجد شقه من شيئين. ده شكله بيجي في كفر، حته بتلمع وحته فيها بصوا اكيد واضحه. دي الحته اللي هتلمعي بيها اظافير، بصي خشن. اجرب عشان تشوفوا بجد جنن تحفه بجد. ده ضفر قبل ما يتلمع، هلمعه بالجهه الخشنه. بصوا روكي، هتشوفي انه بدأ يلمع. خيال خيال بجد والله. بصوا لها شوية، بصي تحفة، مش باين في الكاميرا بس خيال. احلى مبرد اشتريته. انا عندي مبارد كتير، جهة صنفرة وجهة تلمع، بس ده يصنفر ويلمع في نفس اللحظة. يعني اختراع رهيب 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 رهيب. انصحكم تشتروه، موجود في شيئين. بصوا مش باين، لحظة بصوا مراية تحفة بجد، روعة يا بنات.